أهلاً وسهلاً جميعاً. هذه طريقة الورد اللي أسويها في تركيب فساتين السهرة. أحتاج قماش الجوخ، في منه ألوان وأشكال كثيرة. اخترت الألوان الأساسية للفساتين اللي عندي، راح اخترت البنفسجي وأبدأ معاكم الطريقة. أول شيء راح أرسم بغطاء الموية الدوائر برصاص، بثبتها بدبابيس وأبدأ أقص كل دائرة لحالها بهذه الطريقة. بعد ما قصقصت الجوخ بشكل دائري، هنا أثبتها بطريقة الخياطة بصمغ خياطة. شكل الوردة قبل لا أشتغل فيها صغيرة، يعني مو كبيرة، مرة صغيرة، فأنا الهدف من هذا أكبرها. هذه الوردة بعد ما كبرتها، شوف الفرق بين القياسين، هذه مرة كبيرة وهذه مرة نتفة. هذا شكل الوردة القاعدة بالجوخ عشان يساعدني في تركيب الفستان بطريقة سهلة وأخيطها. أحتاج 10 وردات للفستان الواحد، فبياخذ مني ساعة كاملة. جاهزين نخيط؟ يلا. هنا ثبت أول وردة.